الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. النهاردة يمكن امبارح كان أول يوم نرجع لكم بعد الأجازة، والنهاردة تاني يوم. دايما احنا موجودينكم من التلات، بيبقى في موضوع فقهي، موضوع جدلي، أو موضوع يخص حياتنا لكن بمنظور ديني. احنا دلوقتي بنشوف وبتطلعنا الفضائيات كثير من الفتاوى، كثير من الاحاديث بتتناولها السوشيال ميديا، بتتناولها المسجات اللي بتبعت لنا على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. بيبعتوا لنا رسائل مليانه احاديث كثيره جدا، فيها حتى في بعض القصص كده بتبقى انا بحكم دراستي عارفه ان هي اسرائيليات، او انه حاجات يمكن مقصود بيها، يعني طبعا الخير مقصود بيها الدعوة. لكن يحضرني دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي آية فليتبوأ موقعه من النار. اذا فان احنا نبقى بنية حسنة، احنا عايزين نقول ان ده حديث شريف، او على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش هين. ما نتخيلش ان احنا مجرد ان احنا بس عايزين نوصل لحد حاجة بنسمع كلمة احنا لا حرام، ده الرسول قال لا. يعني استحلفكم الله ان احنا نقف عند المكان دوت ونثبت، ما نتقدمش ولا خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا العلاقة بين القرآن الكريم والسنة المشرفة، ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلم تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده السنة برضو بتأخذ من القرآن. القرآن ايه بيؤكد؟ القرآن موجود، والسنة كمان بتؤكد كثير من المسائل الجدلية والمسائل القرآنية اللي احنا عايزين نستوضحها. انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، ده طبعا في مجال تخصص شيخنا الافاضل علماء الازهر علماء الاوقاف، وده في المنورني النهاردة فضيلة الشيخ وحيد ابو الفضل المنورني النهاردة في احلى حياة. برحب بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك، ويعني جزاك الله كل خير على المقدمه الراقيه دي. الله يعزك فضيلتك. يمكن احنا دلوقتي بتطلعنا زي ما حضرتك شفت المسجات الكتيره جدا، والحاجات اللي انا بقعد ابص على المسجات دي، سبحان الله مين اللي قال الحديث ده؟ ارجع تاني بقى لكتبي ولصحيح البخاري ومسلم، وارجع تاني امشي ورا الحديث الاقي نسبه، يعني حديث غير صحيح او حديث مقطوع النسب. انا بقعد اقول هو في حاجه غلط، انا في حاجه انا مش فاهمه. ففي الاخر احنا عايزين نعرف الناس الحديث النبويه، ما هي الحديث النبويه الصحيحه، مش يعني المغلوطه ولا اللي فيها تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما اخد من حضرتك الاجابه، انا بس بحاول ان انا افكركم ان انتوا دلوقتي النهارده بوجود فضيله الشيخ وحيد ابو الفضل مستنيين تليفوناتكم واتصالاتكم بينا على الهواء مباشره للمشاركه في البرنامج، وكمان لاسئلتكم الفقهيه اللي احنا عودناكم كل يوم ثلاث اي اسئله بيكون شيخنا الافاضل جاهزين للرد عليها. فضيله الشيخ، زي ما حضرتك شفت وزي ما انا سالتك، يا ترى ايه كده؟ ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لو حضرتك تلاحظي أن أنا بدأت هذه الحلقة بإيه؟ بحاجتين. الحاجة الأولى دي اسمها مقدمة خطبة الحاجة، المقدمة اللي ذكرتها دي اسمها خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يبدأ أي حديث أو أي خطبة أو أي كلام إلا بإيه؟ بخطبة الحاجة اللي انا ذكرتها دي، بس في زي ثلاث ايات يعني الاختصار ما ذكرتهمش. الامر الثاني، انا ذكرت الحديث الاول الذي بات به بالسند.
لان الحديث النبوي في سند وفيه متن. السند اللي هي سلسله الرجال عايزين نفرقها برضه. انا ذكرتها في الاول. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره. ده اسمه السند. عن طريق السند بنعرف هل المتن صحيح ولا لا. المتن اللي هو ايه؟ كلام الحديث. احسن. نعم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اذا مات الانسان انقطع عمله لم يفد. ده اسمه متن الحديث. فنحن لا نحكم على المتن بالصحه او بالضعف. طبعا في احاديث صحيحه وفي احاديث ضعيفه. لا نحكم على هذا المتن بالصحه او بالضعف الا عن طريق هذا السند. قال ابن المبارك: لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وده صح حتى في حياتنا. اي حد يحكي اي واقعه اي شيء لازم الاول يقول انت جبت كلام منين، مصدرك ايه. فعن طريق السند بنحكم على المتن. لكن قبل ما نتكلم عن الاحاديث الصحيحه والاحاديث الضعيفه، يعني طلع في السوشيال ميديا الان وعلى بعض الفضائيات للاسف الشديد، احنا النهارده هندافع عن السنه النبويه. ما كان يخطر ببالي ابدا ان في يوم من الايام ممكن ندافع عن القران. طلعت امراه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، بتقول لي عايزين نغير في الايات في القران القرانيه. انا غير في القران، قران هذا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى يوم القيامة. القرآن الكريم الذي نزل، يعني هي بتقول، هي بتعترف وتقول في ثوابت ولازم نغيرها. حتى نصوص القرآن قال لك، حتى هي بتقول حتى نصوص القرآن. وأنا أعوذ بالله من هذا الأمر. يعني هم بيرجع هذا الأمر يا فضيلة الشيخ إلى إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقاله كتير جدا، وممكن الناس وهي بتتناقل أي شيء ممكن يبقى فيه بعض التحريف، بعض التزويد، بعض النقص. في القرآن ما جالتش الكلام ده. في القرآن بتعترف أن القرآن ثابت والأحكام اللي فيه ثابتة، لكن هي عايز غير الثوابت بدعوة تجديد الخطاب الديني. لكن معنى تجديد الخطاب الديني مش كده. بقى أنا عايز أوضح للناس، يعني تجديد الخطاب الديني كتير قوي بنسمعها وبتتقال في كل مكان، بس احنا ما نعرفش إيه هو تجديد الخطاب الديني. إلى الآن ما فيش ولا واحد طلع وذكر كلمة تجديد خطاب ديني وذكر المعنى، معنى ليه. لكن الرئيس ربنا يحفظه ووفه لكل ما يحبه تعالى ويرضاه، لما نادى بعمليه تجديد الخطاب الديني كان في الازهر بكده، صح كده؟ طيب الازهر، لما نقول الازهر يقوم بعمليه تجديد الخطاب الديني، احنا بنتكلم عن ازهر، بنتكلم عن ازهر كحيطان ومباني، ولا بنتكلم عن ازهر كمشايخ ودكاتره علماء؟ لا، كمشايخ ودكاتره، صح كده؟ طيب الازهر فيه الفكر مثلا الاشعري، وفيه الفكر السلفي، في دكاتره كده، وفي دكاتره من الاخوان، وفي دكاتره معتزله، اللي هو بيسموا انفسهم دلوقتي الفكر التنويري. الفكر التنويري، ايوه معايا كده. والازهر فيه الفكر التكفيري، فيه، وفي ناس بتميل للشيعه، وفي ناس صوفيه، وفي ناس معرفش. التبحر في العلم الشرعي دعا لهناك الطائفه. لا، انا عايز اقول ان كل واحد بيعتقد معتقد معين. كل واحد، كل طائفه، كل فكر من الافكار دي بيظن ان تجديد الخطاب الديني هو معتقده هو. فبيحاول ينشر المعتقد بتاعه هو على اساس ان هو ده تجديد الخطاب الديني. معايا؟ يعني بتاع الاخوان يقول والله هو الفكر الاخواني هو يقول تجديد الخطاب الديني معتقدنا احنا. فكر الجماعات السلفيه تقول لا، تجديد الخطاب الديني معناها افكارنا احنا، الافكار الصح. اي واحد يعتقد معتقد بالناس لهذا الفكر. هي كل واحد لكن تجديد الخطاب الديني القران والحديث، القران والحديث، لا بفهم واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة، ولا بفهم جهم ابن أبي صفوان مؤسس الجهمية، ولا بفهم عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس الشيعة، ولا بفهم حسن البنا مؤسس الإخوان، ولا بفهم محمد بن إلياس مؤسس تبليغ، وإنما بفهم جيل سار في طريق فكانت نهاية الطريق الجنة. قرآن وحديث لا بفهمي ولا بفهمك، لا بفهمي ولا بفهم المشاهدين، وإنما بفهمي جيل سار في طريق فكانت نهاية الطريق الجنة. اللي هم مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الصحابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وخلي بالك دي رواية صحيحة. الفرقة النجية. لحظة، لأن طلع شيخ مشهور برضه اتكلم على الفضائيات وقال لا الحديث ده في كذا، لكن الرواية الصحيحة هو الشيخ اللي بيقول الكلام ده. هو بيقول إن الحديث ده ضعيف وهو صحح. لا، هو بيقول الروايه دي ضعيفه والروايه صحيحه عنده هو، شيخ مشهور جدا كل ماسك منصب كبير، بيقول الروايه الصحيحه كلها في الجنه الا واحده. وده غلط. الروايه دي فيها كذابين، فيها رجل كذاب، فيها اكثر من عله في السند يعني. لكن الروايه الحسنه المختلف في تحسينها وتضعيفها، وان كانت وان كان الراجح انها ان هذه الروايه حسنه لغيرها، هذا حديث حسن لغيره. وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟
قال ما عليه اليوم انا واصحابي. بس انا ما قلتش انا اللي علي انا، لا النبي يقول ما عليه اليوم انا واصحابي. حديث ثاني بعيد عن الخلاف، الحديث الذي اخرجه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، زي اللي احنا شايفينه والله احنا عايشينه دلوقتي. أيوة. ده يقول اخي وده يقول سلف وده يقول معرفش اشعاري وده يقول ايه وده صوفي وشيعي وكذا ومعتزلي وتنويري والكلام ده كله. لا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب طرق النجاة يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. امسك عليها باسنانك. واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. ايش معنى قران وحديث بفهم ايش معنى قران والحديث بفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد اذنك هستاذنك بس لما اخد الاول امنيه. السلام عليكم يا امنيه. امنيه حضرتك يا استاذه. اهلا وسهلا يا حبيبتي. دلوقتي انا كنت عايزه اسال عن قطع الارحام بين الاخوات. قطع الارحام بين الاخوات تمام. اتصل وبسال وبعمل بس هي رد كل حاجه. هي اختك ولا اخوكي؟ اه لا اختي. طب حصل بينكم مشكله ولا حصل ايه؟ هي رد كل حاجه علشان زوجها، يعني هو منعها من العيله كلها. هو جوزها منعها من العيله كلها؟ اه بس اختي من نزور بعدين ومامتي لسه متوفيه. يعني انت مالكيش الا هي بس؟ من نزورها بس. اه حبيبتي احنا انا ما اعرفش اسمها، لو بس بسمع اسمها دلوقتي واعرف اسم جوزها بس من غير ما نقول يا اخت اميه او زوج اخت اميه اوصيكم بصله الرحم. وزي ما انتم شايفين كده هي حريصه جدا ان هي تصل رحمها وان هي فعلا اختها بدل ما لهاش غيرها. فحبيبتي يعني خلي قلبك كده يحن على اختك. وبعد برضه فضيله الشيخ وحيده بالفضل معانا واحنا بنتكلم في المساله الفقهيه اللي احنا بنتكلم فيها، برضه لازم هنعرض كده على هذا الموضوع في عجاله. فدلوقتي احنا وقفنا عن القران والسنه في اصحاب النبي على اصحاب النبي. هنقف عندها بس نرد على امنيه. اذا كانت هي بتصل رحمها بالاتصال وبتحاول بس اختها رافضه، هل عليها وزر وتعمل ايه؟ عشان اللي انا فهمته ان اختها مش رافضه، اللي انا فهمته ان زوج اختها هو اللي رافض. هل هناك طاعه في قطع الارحام؟ قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وفي رواية الطاعة في الطاعة، إنما الطاعة في الطاعة لا طاعة في معصية الله عز وجل. نعم. ده بيؤمر بشيء محرم، احنا بنقول لزوج هذه المرأة اتق الله عز وجل وما تحاولش تقطع الرحم، لأن قطعة الرحم أمر محرم. يعني فهل عفيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا في الارض فعسيتم وتقطعوا ارحامكم؟ دي مساله يعني من الامور المحرمه، يعني من الامور المحرمه طبعا جدا. يعني هو بس هي كانت يمكن هي بتسمع يعني بتسمع كلام زوجها من ناحيه ان هي طاعه الزوج واجبها برضو، يعني وقربة الى الله سبحانه وتعالى. هي طاعه الزوج وطاعه الاب وطاعه الام منضبطه ومقيده بطاعه الله عز وجل. لو الاب طلب من ابنه شيء محرم هل يجوز له هو ينفذ؟ لا. شيء محرم. هو ان يقدم طاعه الله ام طاعه الاب او طاعه الزوج؟ ان كان الزوج هيؤمر بشيء محرم يعني لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. وحتى الاب والام فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه، فالزوج يعني اولى ان هو يؤخذ. كل الزوج يتقي الله. يعني الموضوع مساله صله الرحم مش عايز كلام لان الكل عارف، يعني مش هاخد في مساله يعني الف باء يعني ابجديات. اي انسان عنده مثقال ذره من فطره سليمه عارف ان صله قطع الرحم حرام وصله الرحم ده امر واجب والنصوص على كده موجوده. يعني الله المستعان الله المستعان. عشان دوت كمان هينقلنا لحديث موضوع انا عايزه اتكلم فيه ونسبه ضعيف، فبرضه حضرتك هتعلق لنا عليه بس بعد ما ناخد الاخ هاني من الشرقيه. اهلا بالشرقيه والشرقيه بلد فضيلة الشيخ وحيد. السلام عليكم استاذ هاني. مساء الخير عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم الشيخ احنا بقالنا دلوقتي داخلين على كام شهر بنسمع عن تجديد الخطاب الديني، وإيه هو معنى الخطاب تجديد الخطاب الديني؟ يعني زي ما واحد يقول لك إعادة هيكلة الشرطة، يعني خلي الشرطة دي إيه؟ ما هو إعادة هيكلة ما يكون عندك أوضة صالون عايز تعملها أوضة نوم، هي دي إعادة الهيكلة، هنخلي الشرطة إيه؟ مثلا يعني. احنا بندي مثال يعني.
اشمعنى الشرطه بس؟ طيب ماشي، احنا هو يمكن انت ما تبعتناش استاذ هاني من بدايه الحلقه. هنكمل ان شاء الله، هنكمل معنا، هنكمل ان شاء الله. ما هو فضيله الشيخ اشار الى هذه النقطه والى تعريف معنى تجديد الخطاب الديني، بانه بعض الفرق الدينيه او الطوائف الدينيه او المذاهب الدينيه المستحدثه، كل واحد عايز يجذب مجموعه كبيره من الناس او مجموعه كبيره من المتابعين، اسمهم ايه، المريدين او الناس، من خلال ان هو بيجدد معاهم فكره او المعتقد او المعتنق، المدرسه المذهبيه او الفقهيه اللي هو معتنقها. فعشان كده فضيله الشيخ فسر دوت، بس برضه هو لسه احنا للحديث بقيه مع فضيله الشيخ وحيد، بس بعد ما ناخد مين معانا؟ احمد، استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. لو سمحت انا كان عندي سؤال بس للشيخ دلوقتي، حضرتكم بتتكلموا عن مشكله، تمام، الاحاديث الموضوع اللي بتوصلنا عن طريق الواتساب او عن طريق المسجات العاديه، تمام؟ ايوه. فعلا في المشكله دي، تمام، علينا فتره كبيره، كل واحد يفتح الواتساب يلاقي كميه مسجات فيها احاديث. دلوقتي انا كراجل، تمام، مش ازهري او ما عنديش الخلفيه الدينيه اللي تخليني احكم على الحديث ده اذا كان ضعيف او حديث صحيح او غير صحيح، تمام، انا اعرف اتعامل مع الحديث ده ازاي، او ازاي اعرف ان الحديث ده موضوع وانا اصلا مش قاري كويس في حاجه زي كده؟ فيا ريت حضرتكم، تمام، طرحت المشكله، تمام، فقلنا كحل للناس العاديه اللي زينا كده، تمام، مش مشايخ من الازهر او ما عندهمش الثقافه الدينيه اللي تخليهم يحكموا على الحديث ده صحيح او غير صحيح، احنا نتعامل مع الاحاديث ديت ازاي؟ ايه المرجعيه بتاعتنا؟ يعني نقدر نعمل ايه في الوقت ده؟ تابعنا ان شاء الله لاخر المشكله دي الفتره اللي فاتت فعلا بقت منتشره جدا، تمام، صحيح، وبشكل غريب يعني، تمام، في عكس بيحصل في الموضوع ده، واي حد دلوقتي بيبعت المسجات دي. مش عارفه اقول لك يا احمد قد ايه سؤالك هام جدا، وانا كنت محضره لفضيله الشيخ وحيد والله. وان شاء الله شكرا، تابعنا في الحلقه ان شاء الله. احنا وقفنا دلوقتي عند جزئيه هامه جدا، ويمكن كمان تفضل الاخ هاني من الشرقيه برضو قال لحضرتك، صحيح، احنا برضو في خضم الموضوع ان هو حاسين برضو في تجديد للخطاب الديني، يمكن هم يعني برضو مش فاهمين الفكره، مش واصله لهم المعنى الصحيح لموضوع تجديد الخطاب الديني. رد الامر الى اصله والى نصابه. القران والحديث الصحيح لا بفهم حزب من الأحزاب، ولا بفهم جماعة من الجماعات، ولا بفهم فرقة من الفرق، ولا بفهم الشخص نفسه، وإنما بفهم جيل. إحنا يا جماعة مش حقل تجارب لحد، يعني إحنا نهايتنا مش في الدنيا بس، لا، النهاية الحقيقية دي أو الحياة الحقيقية للإنسان الآخرة. الآخرة. فأنا مش عايز حد يأتي على الثوابت، يعني يبيع نفسه بعرض من الدنيا. يعني ايه؟ احنا عايزين نرد الامر الى اصله والى نصابه. القران والحديث، كل الفرق والجماعات دي بتدعي انها تتكلم بالقران والسنه، لكن مربط الفرس هنا بفهم من؟ هو القران والحديث بفهم من؟ بفهمي انا؟ لا. انا مين؟ بفهمي فلان؟ لا. فهم الجماعه فلان؟ لا. انما بفهم جيل سار في طريق فكانت نهايه طريق الجنه. طب مين الصحابه؟ ليه؟ لأن الذي زكاهم هو الله. أنا يعني بقول قرآن وسنة بفهم أصحاب النبي، لأن الذي زكاهم هو الله. فمين زكى الأمير جماعة اللي أنت بتنتمي ليها ولا القائد بتاعك؟ ربنا زكاهم في القرآن، زكاهم في القرآن. قال تعالى: الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآيات. إلى آخر الآية، يعني ما شاء الله، يعني فالله عز وجل هو الذي زكى الصحابة. طب مين اللي علمهم ورباهم وزكاهم؟ مين اللي علمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والقرآن. هو مين اللي ربى الصحابة يعني؟ متربيين في بيت النبوة، في مجلس النبوة. صح كده؟ مجلس النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وشك الربع في القرن الثالث. خير الناس، يعني في لفظ للحديث برضه بمناسبة الصحيح والضعيف، خير القرون قرني. الحديث ده بهذا اللفظ لا أصل له. لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لو عايزين النجاة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، قرآن وحديث بفهم جيل لما مشوا في الطريق ده نهاية الجنة. الجنة طبعا بشهادة مين؟ مش هو قال هؤلاء هم الفرقة الناجية؟ طبعا، يعني هم الناجية من ربنا يا رب. وأنا لما بقول قرآن وحديث فهم أصحاب النبي في الأمور الثوابت، لكن في أمور فقهية جديدة
ما كانتش في عهد الصحابة فليجتهد فيها المجتهدون في زماننا يعني العلماء الثقات الأثبات اجتهدوا فيها، لكن المسائل التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب النبي ويعني تكلموا فيها وحكموا فيها وعملوا بها دي أمور ثوابت ثوابت وعليها شواهد أنا بس أستأذن حضرتك إن إحنا معنا تليفونات كتيرة معنا أم محمد سلام عليكم أم محمد أم محمد سلام عليكم قفلت معنا الأخ حسام سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك لو سمحت أنا عندي رأي في إزاي يقدر الناس كلها تستفيد من الأحاديث الصحيحة ممكن الأزهر يعمل لنا بطيب مطبوع بالأحاديث الصحيحة وتتوزع في أماكن النشر والناس تشتريها أنت عارف كم حديث طيب أنت عارف الأحاديث الصحيحة قد إيه أحمد يا أستاذ حسام أيما يكون نقسمها أجزاء وتكون صدرة من الأزهر ويكون على النت في صفحة للأزهر الشريف موجود فيها الأحاديث مكتوب كده دي صفحة الأحاديث النبوية الصحيحة واي حد من المسلمين اللي يهم الامر او يحتاج لحديث معين يخش على الصفحه ديت ويشوف الاحاديث الصحيحه بمؤكده من الازهر الشريف يشتري كتيب من جهات النشر المعروفه ان ده كتاب صدر عن الازهر الشريف بالاحاديث النبويه الصحيحه. الموضوع مش محتاج ان احنا نقعد نعمل كل اللي بيتنشر في السوشيال ميديا والحاجات ديت كلها دي نتيجه لان الناس المختصه مش عايزه تبذل مجهود. لا لا يا استاذ حسام في لا الازهر بيبذل مجهود ووزاره الاوقاف بتبذل مجهود لكن الموضوع مش بالبساطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي هم شغالين فعلا هم فعلا الازهر شغال شغال يخرج شيء زي صحيح ايوه شغالين لا في شغل يعني وان شاء الله تابعنا وهتلاقي الشغل ان شاء الله شكرا لك لا طبعا هو الناس اذا ارادت ان هي يعني تقترح بعض الحلول فده شيء مش وحش يعني تمام فعشان كده انا وجهه نظري انت يعني برضو احنا عايزين ننتقل الى جزئيه هامه يمكن احنا برضو احنا اكدنا على ان عصر الصحابه او صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم الثقات وهم اللي اتربوا في مجلس النبوه وكان في مواقف وحوادث بتحصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اما يقر او ينفي او ينصح يعني كانوا هم متعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم لكن احنا بنتكلم في جزئيه برضو لا نستطيع اغفالها وزي ما هو قال انه البخاري ومسلم وهم صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهم احاديث كثيره فهل هناك احاديث ضعيفه او سندها ضعيف او متنها ضعيف في البخاري ومسلم كما اشار البعض في الفتره السابقه للتشكيك في ذلك؟ الفترة السابقة دي ظهرت فرقة من الفرق او اكثر من توجه لضرب السنة. معروف ان كتاب صحيح البخاري هو اصح كتاب مشهور الكلمة دي يعني اصح كتاب بعد القرآن هو اصح كتاب من كتب السنة لان البخاري رحمه الله وضع شرطا قويا جدا لقبول الحديث. انا هذكر لحضرتك بس قصه حكايه بين البخاري ومسلم والحكايه دي مهمه جدا يعني. الامام مسلم كان يجلس مع الامام البخاري في مجلس فذكر مسلم حديث كفرت المجلس اللي هو ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذا الحديث في طريق من طرقه كلام في سنده يعني. فقال البخاري لمسلم طبعا مسلم تلميذ البخاري والامام مسلم كان يحب البخاري جدا. طبعا والكلام ده هيبان يعني. فالامام البخاري قال لمسلم هذا الحديث فيه عله قل من يعرفها. فمسلم قال له ما هي؟ تخيل الامام مسلم لأنه ما يعرفش العلة دي. فقال له البخاري استر ما ستر الله. فكاد مسلم أن يبكي نفسه يعرف العلة إيه عايز العلم عايز يتعلم. فلما ذكر البخاري هذه العلة لمسلم قال له مسلم دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. لما إجا الإمام البخاري يعمل صحيح البخاري طبعا كتاب صحيح البخاري مش استوعب كل الاحاديث الصحيحه لا فكان كل امام من الائمه سواء البخاري او مسلم او داوود النسائي الترمذي او ابن ماجه او البيهقي او الحاكم او مسند احمد بن حنبل او ابو داود الطيالسي الى اخره كل امام من الائمه له شرط في كتابه عمل شروط وضوابط معينه كده هيقبل من خلالها ايه الاحاديث اللي هو هيذكرها في الكتاب. الامام البخاري وضع شرطا قويا جدا 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 لقبول الحديث اللي هو اللقاء المعاصر. دي قصه طويله يعني مش عايزين يعني نخوض فيها بحيث من الامر ما يصعبش على المشاهد. فالامام البخاري وضع شرط قوي جدا لقبول الحديث. الامام مسلم قال لو انا طبقت شرط البخاري على كل حديث هتضيع نص السنه.
اه تخيلي ان الامام مسلم استصعب جدا شرط البخاري. تمام. فبدا الامام مسلم يتكلم في حق البخاري كلام شديد في مقدمه صحيح مسلم. قال ولقد قال معنى الكلام يعني ولقد قال بهذا الكلام بعض منتحلي اهل العلم. مسلم رضى البخاري ده انت يا عم من شويه كنت بتقول يعني قبل قدميك يا استاذ الاستاذين ويا طبيب الحديث في علله. فمسلم قال ما على قدر البخاري هيكون الرد. لان انا لو قدامي امرين، يا اما حبي لشيخي البخاري يا اما حفاظي على نص السنه، حفاظي على الحديث يعني. فقال مسلم في مقدمة الصحيحة ولقد قال بهذا الكلام بعض منتحلي أهل العلم، فلو ضربنا عنه صفحة لكان قولا متينا ولكان رأيا سديدا. وبدأ مسلم يتكلم في مين؟ في الإمام البخاري. ليه؟ علشان يحافظ على السنة. على السنة. هو بحافظ على السنة مع أن حب البخاري في قلب مسلم موجود وكبير جدا يعني. كما هو فالإمام البخاري وضع شرط قلب. بس لكن البخاري ما استوعبش كل الأحاديث. يعني هو صحيح البخاري مثلا تقريبا بالمكرر 7000 بالمكرر يعني من 3000 او يعني بالمكرر في الحدود كده معايا. طب ما هي السنه بمسند احمد بن حنبل كان 100000 وبعد كده صفوها خلاه لما وصل ل 30000. طب فين من 5000 او 4000 ل 30000؟ في فرق شاسع. ما مسند احمد في برضه احد بعض الاحاديث الضعيف طبعا فاصح كتب من كتب السنه صحيح البخاري وصحيح مسلم. هما مختلفين في بعض الاحاديث الاربع خمس احاديث في المتون بتاعها بس مش في السند يعني في السند وفي المتون احيانا او في المتون احيانا حوالي اربع خمس احاديث يعني تخيلي من كم الف اربع خمس احاديث. تمام. بعض اهل العلم قال والله لا والحق فيها مع البخاري. يعني بس لما نوصل للخمس احاديث لكن مش ينفع انك انت لما تحب تطعن في السنه الجماعه اللي بينكروا السنه دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيضربوا في البخاري لان هم عارفين الاساس اللي هو الاصل هو اصح كتاب في كتب السنه. لان لو سلمنا لهم في الضرب في صحيح البخاري معايا لو سلمنا لهم بالضرب البخاري يبقى ضربت السنه. ما احنا لو انضرب البخاري يبقى مسلم اقل منه شويه ابو داود اقل شويه خلاص بقى تنتهي. كل سنه هم ده اللي عمل هم ده اللي بيقول احنا الفكر التمويلي او الفكر ما اعرفش ايه او الكلام ده كله. احنا عايزين نضرب مين؟ يضربوا السنه عن طريق المباشر. انا ما بحبش اقطعك يا شيخنا بس والله اتصالات والناس بتبقى على التليفون. السلام عليكم يا حبيبه. انا اسفه جدا سايباكي بقى لي فتره على التليفون حبيبه. السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي. الحمد لله. مساء النور. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ مع حضرتك شيخ وحيد. انا عايزه اسال على يعني عايزه احدث نفسي عن طريق القران. عايزه كتاب يعني غير القران كمان. مش فاهماك يا حبيبتي عايزه ايه؟ حبيبه. يا حبيبه. عايزه كتاب يفسر حاجات يعني بدل يعني زي القران بالظبط حاجه تبقى سلسه يعني عايزه تفسير للقران. عايزه شرح الجلالين كده. عايزه تفسير للقران. طيب يعني عايزه كتاب تبقى واثقه فيه ان هو بيفسر القران يعني احسن تفسير. حاضر ان شاء الله. حاضر. تفسير القران. هي بتسال على تفسير القران. هو ما فيش كتاب في التفسير يغني عن كتاب. اللي عايز يتعمق ويتوسع عندنا تفسير ابن كثير وفي تفسير الطبري وفي تفسير القرطبي اللي هي الامهات تفسير امهات الكتب طبعا. فيعني تجيب مثلا تفسير ابن كثير يعني هو يعني اعتقد هو القرطبي يعني هو القرطبي طبعا والطبري. طيب احنا وقفنا لما هي حبيبه اتكلمت. سمعت يا حبيبه بس مش معنى تفسير كل ما جاء في اي كتاب كتب صح بس 100% الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن. كل ان يجي امام من الائمه يجتهد في تفسير بعض الايات في تفسير القرآن يعني بلا شك ممكن اصل تفسير القرآن. احنا بنفسر القرآن بنفسره ازاي؟ ودي برضه داخله في موضوع معاني الكلمات تجديد الخطاب الديني. لا لحظه برضه مهمه جدا دي. واحنا لما بنفسر القرآن بنفسره بتفسير مين؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مراحل تفسير القرآن ثلاثه. تفسير القرآن بالقرآن. في آيات تفسر بالآية. أيوه. مش ربنا القرآن نزل بالتواتر. وذنوني لا تفسير المعنى الآية. المعنى. لحظة بس كده معايا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. فظن إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه. هو يونس عليه السلام ظن أن الله لا يقدر عليه؟ لا معنى لا يقدر عليه مش المعنى الظاهر لنا. معنى فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. طب جبنا تفسير نضيق عليه منين؟
نرجع لقدرنا عليه رزقا. ايوه برافو عليك. اللي هي ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فربه اكرما، واما اذا ما ابتلاه فايه؟ فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. قدر يعني ضيق عليه. فتفسير القران بالقران، المرحله الثانيه تفسير القران بالاحاديث الصحيحه. ايه؟ مفيش ايه تفسرها ينزل تفسير نبي، حديث صحيح يفسر الايه. طب ما فيش حديث صحيح يفسر كل الايات، مين في درجه اقل؟ لا درجه اقل تفسير الصحابي. الصحابي الصحابي ما نهملش الجزئيه دي. ما القران والسنه بفهم اصحاب النبي، طالما ما فيش حديث يفسر يبقى صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه؟ التأويل. التأويل هنا في معنى الحديث معناه التفسير والبيان. تأويل الأحاديث زي ما الناس معتقدة. تأويل الرؤى تقصدي؟ أو تأويل الرؤى. لا وعلمه التأويل هنا معناه التفسير والبيان، لأن كلمة التأويل لها أربع معاني. ثلاثة صح ومعنى غلط. في معنى التأويل اسمه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. الحقيقة هو يوسف عليه السلام لما كان في السجن وفي اتنين شافوا رؤية، صح كده؟ تأويل. دليل إيه؟ نبئنا بتأويل بتأويل الرؤية. ان كنت صح كده؟ طيب هم عايزين حقيقة الرؤية مش عايزين معنى مجازي مثلا، لا عايزين معناها المعنى الحقيقي. الرسالة. فالمعنى الأول للتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، يعني يرجع إليها الكلام. المعنى الثاني للتأويل التفسير والبيان، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تفسير القرآن يعني. نعم. لذلك تجدي ان اكثر الصحابة تفسيرا للقرآن عبد الله بن عباس. طبعاً. يعني المعنى الثالث، المعنى الثالث للتأويل هو معنى صحيح محدث لكنه صحيح، صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل. خلي بالك صرف اللفظ من معنى الى اخر لكن بدليل. بدليل. نعم. زي ايه؟ زي ايه؟ ربنا قال في القرآن الله يتوفى الانفس حين موتها. معايا؟ الله يتوفى الانفس حين موتها. فانا بسال سؤال، هل الله عز وجل هو الذي يتوفى الانفس بذاته؟ ام بسيدنا ملك الموت؟ السؤال اهو الايه صريحه. نعم. الله يتوفى الانفس حين موتها. فهل الله عز وجل هو الذي يتوفى الانفس بنفسه سبحانه وتعالى؟ اقول لك لا. هتقول لي طب ما انت كده صرفت اللفظ من معنى الى معنى اخر. هقول لك بس بدليل. الدليل ايه؟ يد الله فوق ايديهم. ما انا لا هنكمل في الجزئيه دي. طيب. انت شفت رحت فين؟ انا جات لي ان هي المعجزيات بتاعت يعني حاجات كده خاصه بالله سبحانه وتعالى. انت مستعجل بس. فاحنا لما نصرف اللفظ في الايه دي لما احنا نقول ربنا مش هو اللي بيتوفى الانفس بنفسه، انت هتقولي لي طب احنا دلوقتي صرفنا اللفظ من معنى لاخر، هقول لك بدليل. الدليل ايه؟ ايه الدليل؟ الله عز وجل قال في القران قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. على فكرة ملك الموت مش اسمه عزرائيل، عزرائيل دي من الإسرائيليات. أظن كده أن المعلومة دي عند حضرتك يعني. مش اسمه عزرائيل، عزرائيل من الإسرائيليات، لكن نسميه في جبريل أصح، في ميكائيل صح، في إسرائيل. في إسرائيل صح، وده بنص صحيح. طب الملك الموكل بقبض الأرواح مين؟ اسمه إيه؟ ملك الموت. زي ما ربنا سماه قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فانا لما بقول ان الله بان الله عز وجل لا يتوفى الانفس بنفسه، هتقولي لي ما انت كده صرفت اللفظ من معنى انا، هقول بس بدليل. معي ايه ثانيه، معي دليل ثاني، دليلين كمان، دليل واحد، دليل من القران. معايا؟ المعنى الرابع واللي بيشتغلوه اللي هم الجماعه اللي بس مش اسمه تاويل اسمه تحريف، صرف اللفظ من معنى الى اخر بغير دليل. بغير دليل. نقول اي ايه من ايات الصفات مش هاخد فيها عشان خاطر من معايا، فيقول نصرف اللفظ بالمعنى الى اخر. اقول لك معاك دليل؟ انا معاك يا عم. انت مش عايز تشبه الله عز وجل باي خلق من مخلوقاته؟ انا معاك مش هنشبه. عقيده اهل السنه في هذه المساله نثبت ما اثبته الله لنفسه من غير تمثيل او تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تاويل اقصد ولا تحريف ولا تفويض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا قال انا من صفاتي كذا، هقول هو ربنا اللي قال، انا ما قلتش. طب انت لو اثبتها هتشبه الله اقول لك لا، انا هاثبت هذه الصفه لله زي ما هو اثبتها لنفسه. بس انا مش هشبه ولا همثل، مش هقول زي حد، ولا مش هقول زيي، ولا هقول زي اي حد، ده غلط. ولا هاحرف ودعوة تأويل، ولا هفوض اقول الله اعلم. اصل هناك فرق بين عقيدة اهل السنة وبين المفوضة.
المفوضه. المفوضه انا واقفه عند النقطه دي يا شيخنا، بس عشان انت عارف انا ببقى عايزه برضه نغير الموضوع خالص. لا هنتكلم عن المفوضه دلوقتي، بس لما نشوف الاخت وفاء بقالي كتير قوي سايبها على التليفون. السلام عليكم وفاء، انا اسفه. السلام عليكم استاذه ميار. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا حبيبتي. انا اسفه والله، بس اتاسف لحضرتك، انا سبتك بقالي فتره بس مستمتعه بكلام فضيله الشيخ. اتفضلي. اكيد طبعا مستمتعه بكلامه. اكلم فضيله الشيخ لو سمحت. مع حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فضيله الشيخ انا عايزه اسالك في قاطع صله الرحم بامه. يعني احنا ثلاث بنات، في اثنين كويسين مع امهاتنا، والثالثه يا فضيله الشيخ رفض ان هي تيجي لامها او امها تروح لها او اي مكان ماما موجوده فيه ان هي تبقى موجوده، وبتتلاشى وجود الحاجه في كل مكان، وماما ما عملت لهاش حاجه يا فندم. بس احنا مش عارفين ايه اللي في قلبها من ناحيه امنا ده. في كتير وسطناهم ليها، حتى في رمضان ما جاتش، في عيد الام ما جاتش، في العيد الصغير، العيد الكبير، اكتر من زياره المقابر لما بنروح في العيد ما بتروحش وغيرت اليوم بتاعها عشان ما تشوفش والدتي. يعني عامة يوم عيد تاني ولا؟ راحت العيد براحتها. عامة يوم عيد تاني غير العيد الأولاني؟ لا بتروح تاني يوم يا فندم، يعني احنا لو رحنا أول يوم هي تروح تاني يوم. في نهي عن زيارة القبور أول يوم بس، أوكي. بتخلف المواعيد يا فندم عشان ما تشوفش والدتي. طب أقول لك على حاجة، عندها أولاد؟ عندها ولدين يا فندم، واحد في الكويت يعني مسافر، والتاني هنا موجود ومتجوز وجوزها متوفي، يعني هي كمان الوحيدة اللي فاضية فينا، وأمنا أبونا توفى. فيعني حتى رفض ان هي تشاركنا في رعايه امنا، رفض حتى ان هي تاخد يومين في الاسبوع ونقسم الدنيا. وامي بقى يعني احنا مش مشكله يا فندم، المشكله ان امي حزينه على فراقها وحزينه على قطعه صله الرحم من ناحيتنا، احنا مش عارفين نعمل ايه. طيب عايزاك توجه كلمه لامي ان هي نفسيتها تهدى، وبرغم كل اللي بتعمله سبحان الله مش غضبانه عليها وبتدعي لها بالهدايه. ايوه هو ده قلب الام. ايوه يا فندم، وقاعده لوحدها في بيتها، وبعدين تقول ما تجوش الا بمواعيد، وقبل ما تيجوا تتصلوا بتليفون، انا مش عايزه حد يجيني، انا عايزه اقفل بابي عليا. دي مامتك ولا اختك؟ دي اختي اللي بتقول كده يا استاذه ميار. بتقول اقفل بابي عليا ومحدش يجيني الا بمواعيد؟ محدش يجيني الا بمواعيد، انا عايزه اعيش لوحدي، مش عايزه حد بيعيش من غير اهلي يا استاذه ميار. لا والله ما حد بيعيش من غير اهله خالص، يعني اساليني بالذات سبحان الله. بس انا هقولك على حاجه، يعني طبعا فضيله الشيخ هيتولى الرد كفقه او كدين، لكن انا عايز اقولك افعل ما شئت كان تدين وتدان، هتحس بنفس الشيء ده مع اولادها. اصل يعني دايما مامتي تقول كلمه، لو كان بالذات الموضوع ده كان هيسيب حاجه كان ساب الدم على اللبن، فده ما بيتسابش اصلا، يعني الدين ده الوحيد اللي بيود، يعني ما فيش كلام. فحبيبتي انا يعني دلوقتي هتسمعي رد فضيله الشيخ، وانا يعني زي ما ذكرنا قبل كده ان قطع الرحم امر حرام. وانا اتمنى من امها ان هي تدعي لها بالهدايه، انا مش عايز ادخل يعني، لا هي الام يا ريت ان هي تدعي لبنتها بالهدايه، ربنا يهديها وربنا يهديها، مش هنقول غير كده يعني. قول بس ربنا يرضيها، يهديها، ربنا يهديها بس، يهديها. لا بس لازم نقول لها رساله عن يعني عقاب عقوق والدين، بالذات الام، يعني برضو الام صعبه قوي ان احنا الواحد يكون عاقل. يا استاذه ميار، مفيش مخلوق، مفيش انسان ما يعرفش ان عقوق الامهات من الكبائر. مفيش حد ما يعرفش الكلام ده. مفيش حد ما يعرفش ان قطع الرحم حرام ومن الكبائر ايضا، ما فيش حد ما يعرفش الكلام ده. الكلام ده هي عارفه، البنت عارفه الكلام ده. فانا بقول لها اتقي الله عز وجل وربنا يهديكي، يعني ربنا يهديها بجد، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يقول لها حرام ويجيب لها ادله ان هي حرام، هي عارفه الكلام ده، هي عارفه. ما فيش حد ما يعرفش، دي فطره. ايوه دي فطره. ما بنتكلمش بقى على اخت قطعت مع اختها عشان زوجها زي السؤال الاول يعني. لا ده دي واحده قطعت امها. طيب قول واحد ما فيهاش جدال، هنقولها حرام، هي عارفه انها حرام. بس قلبها بين يدي الله عز وجل، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فربنا يهديها، ربنا يهديها. طب بالنسبه للام بقى عشان نهديها، ان هي يعني في الحاله ديت وصعبه، والله الام ام، الام ام، ومهما عملت البنت ان شاء الله باذن الله انا بطلب من الام ان هي تدعي لبنتها.
بالهداية. هي بتقول لك بتدعي لها بالهدايه. انا عارف اللي عند الام ايه. انا عارف ان مهما عملت البنت عمر الام قلبها ما حي الا اذا يعني شافت شيء شديد جدا يعني، لكن مساله القطع دي الام هتحن وهتدعي لها وان شاء الله في يوم من الايام هيرجعوا لبعض يا رب. انا بسال الله العلي العظيم ان هو ما يخليش بينا اي قطع رحم، لان والله الدنيا بتستاهل يعني بلا فظيعه. طيب احنا وقفنا عند الجزئيه بقى، نطلع على السنه ثاني عشان خاطر الاحاديث نرجع على السنه بقى والاحاديث. قلنا الاحاديث حضرتك بدات الحلقه بحديث مهم جدا. ان كذبا علي ليس ككذب على احد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مقعده من النار. نعم. موقعه. مقعده سليم. ايوه. ان كذبا علي ليس ككذب على احد. اظن كلميه في الاربيس يا شيخنا، انا عايزه اركز معاك بس عايزين نقف برضه على الجزئيه دي. التليفونات مهمه والناس عايزه برضه تتكلم حضرتك وتستفيد من علمك. معانا الاخت عزه من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخت عزه. ازي حضراتكم؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتي طيبه وبخير يا راحي، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال، مش الظهر ليه سنه؟ الظهر ليه سنه؟ اثنين واثنين اربعه قبل الظهر يعني. لما اجي بصلي ركعتين ومثلا اتكلمت اختي ورحت وجيت وبتاع وبعدين رجعت صليت الركعتين تاني، ولا رحت ولا اصلي الاربع ركعات تاني ركعتين ركعتين؟ يعني انت بتسلمي يعني اثنين واثنين، بتسلمش اربعه كاملين مع بعض؟ لا انا بصلي، انا بصلي اثنين وبتسلم. لا بصلي اثنين وبسلم. ايوه. وبعد كده مثلا ايه ممكن اختي بس عملت اي حاجه. ايوه. وبعدين ارجع اصلي ركعتين التانيين. ايوه اصلي الظهر. ايوه ده يجوز. لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز عادي يعني. يجوز عادي او عادي. طيب وسمعت ان العصر ليه برضو اربعه قبليه صح كده؟ رحم الله من صلى قبل العصر اربع. ما نعرفش هو حديث ضعيف ولا لا، انا لسه نزل. فانا سمعت كده. بس وشكرا. طبعا شكرا يا عز. طيب ناخد ايناس قبل ما نجاوب على سؤال عزه. السلام عليكم يا ايناس. عليكم السلام. اهلا وسهلا حبيبتي. سؤالي بص حضرتك دلوقتي انا عايزه اسال على حكم الدين او على راي الدين في اللي بيبقى متجوز اثنين تمام وما بيعدلش ما بينهم. انا ما سمعتش بتقولي يا حبيبتي؟ اللي بيبقى متجوز اثنين ما بيعدلش بينهم. ياتي يوم القيامه وشق مائل وخلي الشيخ يستفيد فيها، ده احنا هنعمل لك حلقه لوحدها. طيب خلاص حبيبتي انا اسيبيني عن الموضوع ده، عايز اتكلم فيه جدا. طيب ميرسي يا ايناس. هناخد معانا اخت سوسن. يبقى عدم العدل بين الزوجات و السنن بتاعه الصلوات. ومعانا الاخت سوسن قبل ما نطلع الفاصل. اتفضلي يا سوسن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ زي الفل، ربنا يعزك. الله يخليك. ممكن اكلم الشيخ دلوقتي؟ سامعكي يا قلبي. اتفضلي. بص انا معايا ابني واخد. طب اطلعي يا حبيبتي، في حته فيها ارسال التليفون بيقطع يا ساوس. سامعني؟ سامعني كده حضرتك؟ سامعك. اتفضلي يا حبيبتي وصوت التلفزيون. والله ما اعرفش بيتحول في لحظه وعند السجاد بتلعب بوبا في انا مش عارفه اعمل ايه. هو مين؟ بيتحول لاي حاجه. بص تلاقي شهر مثبت كين وقال لا يا ابو لا ابو وابو انا مش عارفه اعمل ايه. مين ده؟ ده ابن حضرتك؟ ابني. انا ما عندي ايه على فكره. معكيش اللي هو الولد واحد بس؟ وهو بيتمرجز لوحده؟ يتعصب ويتنرفز وقاسي وما تعرفوش بيتحول في لحظه كده كانه ما يعرفهاش. بتحاول ازاي يعني؟ بتحاول يسد الجيني الى ادب ويشتم حاجات غريبه كده. بسبب ولا من غير سبب؟ هو طبعا حرام سبب وغير سبب، بس ايه الدافع اللي بيخليه يعمل كده؟ ما اعرفش. لوحده كده مره واحده كده مش عارف اعمل ايه. طب معلش، في حاجه نفسيه تعباه؟ لا. طب هو في سبب؟ في سبب بس انا عايز اسالك في سؤال، عايز اساله لك يعني موضوع يعني طبعا يعني ان شاء الله ما يكونش، بس هل في هو بيشرب حاجه؟ بيشرب مخدرات؟ بيشرب كده؟ ما هو اللي عامل فيه كده بيشرب مخدرات. طب يعني انت ما كانش عندك غيره، هل ده من الدلع بقى كنت مدلعاه؟ وحتى
وكنت مدلعه صغير، المفروض هو كبر دلوقتي. هو عنده كم سنة أو عنده كم سنة يا سيد؟ 25 ما شاء الله، ده كبير. لا ده كبير. ابني الصغير المفروض يبقى فاهم الدنيا فيها ايه، وتعلم الوحش وتعلم الحلو، ومتهيألي يعني أكبر حاجة غلط بيعملها إن هو يجي على أبوه وأمه. خبر ابيض، يعني في الوقت اللي المفروض ان انتم مخلفينه علشان يشاركم فيه، يعني ده ايوه وده اللي بيزعل حضرتك. يعني الوقت المفروض ان هو اللي احنا نعتمد عليه ويشيلنا نعمل حاجات غريبه، انا مش عارف. لا حول ولا قوه الا بالله. طب احنا معلش احنا مضطرين دلوقتي، معلش طبعا الاسئله قد كده للشيخ وحيد، بس خليكم معانا وتابعونا بعد الفاصل ان شاء الله نرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه معانا معاكم. قبل الفاصل جات لنا بعض التليفونات من اول السنن الخاصة بالصلوات، وحضرتك قلت لها يجوز ان هي تقطع الصلاة تصلي اثنين وتعمل حاجة ترجع تصلي اثنين تاني، لكن الاربع ركعات على بعض يجوز ولا ما يجوز؟ ركعتين وتسلم وبعدين ركعتين. لا يجوز صلاة الظهر اربعة مجتمعين قبل الظهر؟ لا ركعتين وتسلم وبعدين ركعتين وتسلم تاني. يعني الصحيح ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. واذا حد صلى اربعه مجتمعين لا يجوز غير مستحب؟ المستحب ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. انا بسال هل يعني لا يجوز الصلاه عشان في ناس بتصلي اربع ركعات واربعه واربعه؟ لا الاصل ان هي تصلي ركعتين وتسلم وبعدين ركعتين وتسلم. نعم. حتى لا تشابه السنه الفرد. نعم. طيب بالنسبه لصلاه سنه العصر. سنة العصر الحديث اللي حضرتك ذكرتيه مختلف في تحسينه وتضعيفه، لكن على افتراض ان هو حديث حسن يمشي الحال، يعني في بعض العلم حسنوه هو قبل العصر باربع ركعات قبل العصر، بس السنن اللي قبل العصر مستحبه مش سنن مؤكده. مش مؤكده، من المستحبات. من المستحبات. لكن بعد العصر في نهي وكراهه طبعا. في والله ده المشهور، ده المشهور، لكن في بعض اهل العلم قال ان في بعض العصر سنه، وان كان الراي ده يعني ضعيف، بس الجمهور يقول لا ما فيش بعد العصر. لا صلاه بعد العصر. نعم. يمكن انا الحديث اللي انا اعرفه لا صلاه بعد العصر. نعم. وبعدين لا تصلي شروق الشمس ولا الغروبها، فان أيوة في ثلاث اوقات في ثلاث اوقات في نهي عن وقت الشروق وقت الغروب وقت استواء الشمس، اللي هو يكون الواحد يكون ظله تحت قدمه. في الاوقات دي في نهي عن الصلاه فيها. تمام. طب احنا طب نجاوب ولا ناخد التليفونات؟ طب معانا ندى من الجيزه. السلام عليكم يا ندى. ندى الو. انا ايوه ندى. منار. ازيك يا حبيبتي استاذه منار؟ منار ديت يعني مديره التحرير بتاعتنا، صح؟ استاذه منار ببعت لها التحيه يا حبيبتي. اتفضلي. كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه. انا طالب ثانويه عامه. وفي رمضان انا تعبت في الصيام مع الامتحانات والدروس، فطبعا فطرت. في يوم طبعا نص رمضان كله، لان كان عندنا امتحانات في رمضان. تمام. فكنت عايزه اعرف يعني اصومهم ولا اعمل ايه بالظبط؟ طبعا تقضيهم. لا طبعا اصومهم. تقضي تصوم يعني. يعني لا 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 اللي ما يقدرش يقضي، الاصل القضاء. ما تقدريش تقضي تصوم مكان اليوم اللي فطرتيه، يعني فطرتي يوم 2 3 10 تقضيهم تصوميهم تاني يعني. لفترة 15 يوم ما فضلتش تقضي 15 يوم. يعني فضلت 15 يوم. لعل لها عذر، انا مش عايز اتدخل في السبب ايه، لعل فعلا عشان الامتحانات، لعل يكون عذر ليها. اصل الناس امكانيات، الناس امكانيات، ممكن واحد يتحمل وناس ما تتحملش. قد يكون لها عذر، ما هتدخلش في هل في هل هذا يعني احنا عارفين ان هو العذر يا مرض يا سفر، يعني اعتقد العذر الثالث ده ايه؟ ده تعب. ايه التعب؟ قد يكون تعب جسدي، قد يكون تعب نفسي، المجهود اللي بتبذله. خلي بال حضرتك الواحد لما بيركز في شيء معين في تركيز ذهني ممكن يؤدي الى تعب جسدي. نعم. ده موجود يعني. يحصل هبوط ويحصل كلام زي كده يعني. وبعدين موضوع الثانويه العامه والكلام ده كله بيبقى يخلي يعني عندي رخصه يا فضيله الشيخ؟ قد تكون رخصة عندي بعض الناس. يعني خد بالك عشان تؤخذ عليك. هل رخصة لطلاب الثانوية العامة أن يفطروا في رمضان؟ مش للكل، في ناس كل إنسان على حسب إمكانياته. في واحد أقول له أنت ما تفطرش. وفي أحد يسأل، بس خلي بال حضرتك الفتوى تتغير. تتغير حال الناس. أيوه ممكن حال السائل نفسيه، ممكن تسأليني سؤال وأنا ويجي واحد تاني أقول له لا.
فده مش الاحكام على الهوى كده من ضمن الاخطاء اللي بنسمعها الفضائيات. يجي بعض المشايخ يسمع سؤال معين وبعدين يعمم الاجابه على الكل. دي من ضمن الاخطاء اللي احنا بنشوفها على الفضائيات. لا، في حد بيسال سؤال ممكن اجاوب على اجابتي تكون للسائل فقط. ما تكونش بتقول لا ده هي كمان بتقول لك هي مش قادره، مش عايزه تصوم. لا بقول لها مش قادره، اقول لها لا انت قادره. قادره لا هي بتقول لك هي بتطلع وجبات. لا ما لا هي تقضي. لا لا هي شابه صغيره يعني تقضي. افرض مش قادره تقضي، مش قادره تقضي، ده برضه يرجع لها هي. ما لازم الاول عشان خاطر اقول لها ايه الحكم الصحيح لها هي. اسالها طب انت تقضي ولا لا؟ اللي قالت ايوه اقدر، والعذر اللي كان عندي كان في رمضان بسبب الامتحانات. طب ما بعد كده في امتحانات. لا طب الدار ايوه اقدر، خلاص صومي تبدي. افرض ما بعد رمضان مثلا لا قدر الله اعلم بظروفها بحالها بصحتها ايه. الله اعلم بظروف الناس يعني. طيب خلاص يعني الفتوى مش هتعمم لا على كل على كل لا عم اوعى تفطر ان شاء الله ربنا ينجحكم. يا رب ربنا يوفقكم جميعا يعني. يا رب. والله يا شيخنا عايزك تدعي لان النتيجه قربت واحنا لازم ندعي لكل اولادنا في الثانويه العامه ربنا ينجحهم يا رب. يا معتز واحمد كل اولادنا اللي في الثانويه العامه ربنا ينجحهم يا رب ويدخلهم كل الكليات اللي هم عايزينها. طيب احنا معانا ام محمد، ناخد ام محمد عشان شيخنا لسه فاضل سؤالين. اتفضلي ام محمد حبيبتي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. انا واحدة بصلي بالفتحة وقل والله احد. وانا بحب السورة دي، انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب بس انا بحبها. حتى لما بدعي بها بقول اللهم اني اسألك ان اشهد لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد. يعني عسل. جميل. لا يكبر بخاطرك يا جميل. بمناسبة لا يكبر بخاطرك. بمناسبة ادعي يا امي، ادعي لنا يا امي لعل الله يقبل منك ولا يعني يكون الله سبحانه وتعالى بمناسبة من كتير من مشايخنا. بمناسبة كلمة الحاجة اللي بتسأل الحاج يا محمد عايز اسألكم سؤال كده هو تجاوبونا عليه بالله عليكم. اتفضل يا امي. انا كنت دايبة قرض في جواز بنتي ودلوقتي انا مش لاقي اكل والمرتب كله بياخد القرض بيفيد منه 150 جنيه تمام وانا عايزه انا مش شحاطه والله العظيم انا صحيح بخدم وبلم الزباله بس والله ما انا شحاطه ربنا يديك الصحه يا امي صعبان عليا ان انا اطلب كده وان انا اقف كده وان انا اتحط في الموقف ده طيب ممكن يا محمد بس تهدي انا صعب انا وجيه عليا الميه جت عليا غاليه وانا مش عارف اعمل ايه وانا ماليش حد غير رب العالمين وشغلانتي اللي بسترزق منها عملت نظافه وانا تعبانه والله والله وعز جلاله الله رحت جبت اجيب فرخه بيضه الراجل بعد ما وزنها قال لي 80 جنيه قلت له لا يا ابني خليها معايا ومن قبل رمضان ب 15 يوم لا دخلت بيتنا ولا اللحمه دخلت بيتنا وانا مش عايزه الاكل والشرب انا لو عيش بملح الحمد لله رب العالمين بس نفسي انا ناس ساعدتني في جواز البنتين وبشكرهم وبدعيلهم كل وقت واقول الله يسترهم ويستر امه محمد بحق لا اله الا الله بس انا دلوقتي جبت في البنت الثالثه كاردو انا مش قادره اسده وتعبانة والله العظيم ثلاثة تعبانة والله ما فدت غير 10 جنيه أمي كفاية أنا وصلت المسج والله أم محمد لو سمحتي أنا كل اللي أنا عايزاه منك بس يعني يمكن ربنا بعتك ليا يعني عشان أنا اللي محتاجة لك مش أنت اللي محتاجة لي إحنا في نعم والله ما عارفين النعم اللي إحنا عايشين فيها وشوية مرض ولا شوية نقص في حاجة يعني شوية بنتضايق ويمكن نقول يا رب أنت غضبان عليا ولا أنا عملت إيه الله يكرمك يا أمي بس سيبي نمرتك في الكنترول بس مش طايقة منك غير كده طيب معانا ألفت من إسكندرية السلام عليكم يا أخت ألفت السلام عليكم كاتو انا مش شرقيه وايه ورحت معايا اربع بنات اي
رحت كان جزء عندي انفصال في الشخصيه سبته ورحت اسكندريه بالاربع بنات. ربنا عطرني في ناس هنا كويسين قاعدين في اوضه وحمام وكده. وجزء انا عندي انفصال في الشخصيه. انفصال في الشخصيه طبعا انا كنت سبته وخدت الاربع بنات وهجيت مشيت. دي بحين على دي انا عايزه يعني غلط ان انا بعملها دي يا دكتوره. وانا اعمل ايه؟ انا غلط ان انا سبت ومشيت بناتي. بس انا قاعده هنا الناس بيحنوا عليا كده الناس يعني مش يعني انت سبتي يعني بناتك الاربعه مع جوزك ولا خدتيهم معاكي؟ ايه خدتي بناتك معاكي ولا سبتيهم مع جوزك؟ خدت بناتي معايا. طيب وسبتي له بقيه الولاد وسبتي عيال تانية معاه ولا انت خدتي الام؟ انت عندك الاربع بنات. انا معايا اربع بنات. اصل انت تقولي سته مش فاهمه يعني ايه. لا اربع بنات خدتهم معايا. فانت مش عارفه اوضه وحمام وناس سايبيني يعني. طب الحمد لله ان 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 هما معاكي. انت دلوقتي عايزه راي الشيخ في ايه بس عشان عايزه راي ان ارجع لجوزي اللي هو عنده مشاكل في الشخصيه اللي بعذبنا وبيضربنا وبيضرب عيالي ومبهدلنا وبمسك العيله اخبطها في الحيطه ومبهدلنا. جيت رحت على اسكندريه مش ليا حد هنا خالص قاعده بروحي بناتي. طب انت كده خايفه يكون عليكي يعني وزر من ربنا انك انت خدتي بناتك ومشيتي عليكي نور. حاضر عيني حالا يا شيخ. فضلت شيخ هيجاوب على الاسئله. طب ممكن تدونا دقيقه بس فضلت شيخ يجاوب وناخد. طب معانا الاخ علي. السلام عليكم يا اخ علي. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضل. اجل تحيه لحضرتك وضيفك الكريم. تسلم. جزاكم الله خير. واياك يا فندم واياك. عندي سؤال عايز اسال مولانا بس سؤال يعني سؤال معلش سنتين طويل شويه بس عشان الوقت ربنا يخليك التليفونات كتير جدا. احاول اختصر فيه. اتفضل فهم. اتفضل. معايا هو معايا اخويا الاكبر مني كان بيشتغل شغلانه مش شريفه تمام واتحصل منها على مبلغ من المال وكان شغال بيه. فجه في يوم يعني كده مش هينفع وكده وقفنا قصاده لا ما ينفعش وانا نقف معاه تجيب الحاجات تخلص دي والمواضيع دي وامشي كويس وامشي ملتزم وبالفعل. شو رده ايه؟ مش عارف. سمع الفلوس اللي معاه ورا كل الفلوس اللي اداها المسجد اداها المسجد واللي قرروا للناس قرروا للناس. الاول انا ما سمعتش الاول ابتدي اقعد يا علي. هو بيقول ان اخوه كان بيشتغل شغلانه مش شريفه فهو لما قعد ينصحه كده فاخوه ربنا هداه وابتدى يطلق يعني بعد عن الشغلانه دي. صح يا علي؟ مظبوط. ابتدى يطلع من الفلوس ديت يتصدق على الناس في هو طلع الفلوس كلها يا كلها راس مال عنده كله كلها ولد كان معاه حوالي 700,000 طلعهم كلهم ما بين مساجد ما بين ناس فقراء ما بين بيوت ناس غلاء. تمام. وبعدين جمعنا لهم من بعضينا كده على قد حالنا حوالي 30,000. واخدنا شقه وشقه في اسكندريه لمده سنه دفعنا له فلوسها لمده سنه. تمام. واخد ال 30,000 دولار وقعدين المحل وقعد عايز بتاع حوالي سنتين بالمحل كده زي ما هو عايز. اتغلبت عليه جروب المعيشه والمحل اللي هو كان هنا فيه المحل فلس. تمام. طبعا ساعدنا معاه بقدر المستطاع على قد ما احنا ما عندنا لان برضه انا على قدنا انا راجل مؤذن في مسجد يعني مرتبي ضعيف جدا واخواتي نسال الله يعني. فساعدنا معاه كتير فمين في منهم الناس اللي وقفت. وهو مش مخلي بعد يجيب طرقه لحد من ثلاث ايام بالظبط لقيت معاه 200,000. ما شاء الله. منين؟ ما اعرفش بقى منين دي طبعا من الغلط. اخذتهم منه وحطيتهم في البيت وهم عايشين في مشكله كبيره قوي دلوقتي ما بين الفلوس دي ما بين حياتهم هم ما بين وضعه. هو قاعد معايا سنه اللي بقول لحضرتك عنه سامع الكلام اللي انا بقول لحضرتك عنه. طيب السؤال ايه؟ السؤال ايه ده؟ نتعامل ازاي؟ الفلوس اللي معايا دي نعمل فيها ايه؟ هو قال لك ان هو جايبها بطريقه وبعد كده يرجع تاني يلعب نفس القصه دي ولا ايه؟ الفلوس اللي هو جايبها الاخيره دي جايبها منين؟ بالنسبه لنا انا او بالنسبه له هو بيقول ما حدش فيه صالح بس بالنسبه لنا انا متاكدين ان انا من طريق غلط. يعني الطريق غلط ده ايه؟ هل سرقها من واحد؟ ما اعرفش لحد دلوقتي. لو سرقها رجعها. لحد دلوقتي ما بينش السبب. ما هو لو واخدها لحد دلوقتي حط الفلوس وانا خدتها منه دخلت البيت على الشقه عندي لقيت في شنطه محطوطه فيها فلوس من 300 اخذتهم افتكرتهم مزورين قعدنا نبص فيهم ورديهم لواحد حبيبي كده قال لا ده فلوس سليمه اخذناهم وموجودين في الخزنه لحد ما نعرف ايه القصه عملت ايه.
طب انا مش عارف اقول له ايه. طب ايه طيب؟ قال لي انا بيتي خرب، قال لي انا دفعت 700,000 وقعدت 3 سنين مش لاقي اكل. انا كنت بعمل، انا كنت ساكن في شقه الست طردت مني الشقه بسبب الايجار، انا اتمرمطت في الشارع، انا عيالي مش عايزين اكل. انا في يوم من الايام ما كنتش برضه اقول لكم على فلوس، وكنت قاعد انا وعيالي من غير اكل، ومراتي كانت هتفيدني والبيت كان هيخرب وعايش من غير اكل ومفيش شغل ومش عارف اعمل ايه، ولقيت كل حاجه 3 سنين ومعيش اي حاجه. ربنا فتح لي باب جبت منه الفلوس دي. ايه هو هو كذاب، هو كذاب، هو سرق وجابه من القصه القديمه بتاعته اللي هو كان بيمشي فيها. ايه هي القصه، ايه القصه القديمه دي؟ هو مش عايز يقول يا شيخ. برشام، 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 يعني مخدرات، مخدرات، برشام تموت. بيبيع يعني، تاجر يعني. لا كان بيجيبهم من مش عارف منين يوديهم فين، لحد ما الشرطه مسكته وصرفنا عليه فلوس كتير وطلعوا وقال قلنا له خلاص اركز بقى وانت بقى كده، وعملنا معاه كل ما اتجرب. لكن ما عنديش ثاني نضحي بيه تاني برضه يعني، مش عارف انا قادر اسيبه ويمشي ويشوف حياته، بس مش عايزين نضحي بيه يعني. انا ثلاثه بس مش كتار قوي يعني، عشان خاطر نفقد حد فينا. هو عايز حضرتك ترجع له نصيحه، هو بيسمع الكلام اللي انا بقوله، واللي حضرتك سامعه دلوقتي قاعد معايا دلوقتي في نفس الاوضه، حضرتك يا ريت ترجع له نصيحه. انا حاولت ان هو يكلم حضرتك، هو مش راضي، هو راضي. هو هو هو, هو كفايه ان هو في يوم من الايام برضه احنا لازم لما ما نقساش برضه. اخ علي انت ربنا يكرمك طبعا، انت يعني انك خوفك عليه وخوفك على اخرته وخوفك على الحلال وتحري الحلال، لكن خلينا لما لا يدرك كله لا يترك كله. انا ما بعينوش على الحرام، لكن خلينا ما نبقاش قاسيين عليه، علشان القسوه دي يعني ممكن تولد الانفجار. فاحنا برضو لازم نفتكر ونفكره انك عملت تضحيه كبيره زي ما حضرتك تفضلت، انه 700,000 جنيه هو عشان حس واستشعر الحرام وعايز يكمل طريقه بالحلال تنازل عنهم. بس خلي بالك يا اخ علي، يا ريت توصل بس ده يعني نصيحه من اخت، القابض على دينك القابض على الجمر، وربنا سبحانه وتعالى لازم يبتلي عشان يمحصه عشان يشوف فعلا توبته دي كانت نصوحه ولا لا. يعني الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه، عشان يوصل الجنه او يوصل لهذه المنزله لازم تكون سلعه الله ديت يتعب فيها. يعني انا برضو هسيب الكلام لفضيله الشيخ، لكن انا بتكلم كاخت ليكم يعني، مش بس على يعني كمار، انا بتكلم كاخت ليكم وجهه نظري يعني. خليك ما تبقاش قاسي عليه شويه، حضرتك برضو الكلام متركه لفضيله الشيخ. يعني الله عز وجل خلقنا في الحياه الدنيا ليبتلينا. وكل يبتلى على قدر عمله. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم يعني يختبركم. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات. فأنت في ابتلاء، فشوف نفسك أنت هتنجح في الابتلاء ولا لا. موضوع الرزق يا أستاذ في السماء مش في الأرض. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا عارف إن ربنا أدرى بينا احنا، فأقسم الله عز وجل بعد هذه الآية بقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقك في السماء. سمع أعرابي هذا القسم فقال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. خلي بالك من كلمة حق توكله دي، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى تفكر ان انت عشان في ضيق من العيش ده رخصة ليك انك تسرق او تبيع برشام او تتاجر في اي شيء محرم، او تعمل او تجمع المال من اي شيء محرم. دي مش رخصة ليك ابدا. خلي بالك، طعام اهل النار نار، وشراب اهل النار نار، وثياب اهل النار نار. انا مفكرك بحياه اهل النار ايه. انت في لو مت على كده قبل ان تتوب، يعني في امرك الى الله عز وجل، ان شاء عفى عنك وان شاء عذبك. لكن يؤتى بانعم اهل الارض من الدنيا وهو من اهل النار يعني، فيؤمر به فيغمس غمسه واحده في النار. يعني اكتر واحد كان في الدنيا عنده فلوس وعنده اموال وعنده كل شيء بيمشي بالريموت كنترول، فيجي يوم القيامة كده وده من أهل النار يعني، فيؤمر به في يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة بس في النار، ثم يقال له: يا فلان هل رأيت نعيما قبل ذلك؟ قل: والله ما رأيت نعيما قط. اوعى تفكر ان ده عذر ليك. اتق الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل حق توكله. يعني ربنا بيرزق الطير، خلي بالك. اوعى تفكر ان احنا عايشين في نعمة. والله الكلام ده بقوله لكل الناس، احنا عايشين في نعيم الرسول ما شافوش. احنا بناكل اكل الرسول ما شافوش اصلا صلى الله عليه وسلم. كان بيربط الحجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين، الحجر والحجرين على بطنه من شده الجوع. كان صلى الله عليه وسلم يظل بالثلاثه اشهر او بالثلاث اهله لا يطبخ في بيته.
وكان تعاون بس تمرات قليله. الله عز وجل قال في القران: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. النعيم المذكور في الايه الاسودان التمر والماء البلح والميه، الماء البارد دي من النعيم اللي هنسال عنه. ما تفكروش ان احنا مش في نعيم، لا احنا في نعيم، لو هناكل عيش حاف برضه في نعيم. وبعدين احنا دي مش نهايتنا، نهايتنا يا جماعه نهايتنا ان شاء الله والحياه الحقيقيه. قيل لنا احمد متى تستريح؟ قال عندما اضع قدم الثانيه في الجنه. لو انت عايز الحياه الحقيقيه وتتنعم بجد النعيم الحقيقي، اعمل لاخرتك ورزقك مكتوب، والله رزقك بيطلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت خلعت في اول مره عن الحرام، ربنا حب يختبرك، هتعمل ايه؟ هتصبر ولا لا؟ فانت ما صبرتش جيت تاني الحرام. خلي بالك عقوبتك الشرعيه يعني، او القران وجه الكلام للناس دي: انما جزاء الذين يحاربون، انت بتسعى في الارض في دلوقتي، اللي انت بتعمله دلوقتي بتفسد في الارض. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم خلاف او ينفوا من الارض. فانت رجع او المال الحرام ده طلعوا تاني، واتق الله عز وجل. وفي الثلث الاخير من الليل ابكيله، روح له هو هيدي لك، هيكون عصا اكتر. هل من مستغفر فاغفر لها النساء فاعطيها الى اخره. يعني انا مش فاهم بتقول لي يعني فاضل لي خلينا صح معلش. لا لسه لينا كلام، ولو تسمح فضلت شيخ يكلم اخوك بعد الهوى: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، والله وما عند الله خير وابقى. فعايزين بس في عجاله اللي سابت زوجها اللي عنده انفصام في الشخصيه، لان فاضل لنا دقيقه. لو كان مريض ومش بيأذيها ترجع له. لا ما هو بيأذي الولاد، ان كان بيأذيها وبيأذي الولاد وهي مش متحمله الاذيه، فاللي هي عملته جائز. جائز وتعيش بقى هي لزوجها يعني كده، مش هي لو راحت له هيأذيها. بيأذيها ويأذي الاولاد. على كلامها هي، على كلامها برضه الاجابه الفتوى لازم تبقى من جانبين. لكن طالما بيأذيها وبيأذي الاولاد تبعد عنه. تمام خلاص، لا ضرر ولا ضرار. نعم. خلاص احنا كده اتكلمنا، يمكن انا مش عارفه لو في تليفونات تانية احنا ما جاوبناش عنها، بس احنا خلاص الوقت بتاعنا خلص، واستمتعنا جدا بوجود فضيله الشيخ وحيد ابو الفضل النهارده، وكمان تليفوناتكم واستفساراتكم، ولسه برضو مستنيه تليفوناتكم واستفساراتكم على اي مساله فقهيه، وانا هنقلها لفضيله الشيخ، وان شاء الله احنا كل اسبوع هنبقى معاكم، وكل اسئلتكم ان شاء الله نجاوب عليها. بس في نهايه الحلقه قبل ما تنهي الحلقه لازم ندعي. طبعا، بس احنا ما عندناش وقت، بس ندعي دعاء بس في ثانيه عشان الصلاه. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطه مصر ومخابرات مصر من كل مكروه وسوء، ووفقهم يا ربنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي امرنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانه الصالحه التي تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير فضيله الشيخ وحيد ابو الفضل، وجعل ما قلت في ميزان حسنات الموضوع له بقية إن شاء الله. شرفنا بحلقات قادمة. أنا وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتم بما قلنا، وتعرفوا إن الأحاديث الصحيحة والحديث اللي سنده ضعيف أو متنه ضعيف، خلينا نتحرى الأحاديث الصحيحة إن شاء الله. جعل ما قلنا إن شاء الله يا رب في ميزان حسنات كل اللي قالوا تستفيدوا منه إن شاء الله. حتى ألقاكم غدا بحول الله وقواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.